لكل منا يومه المفضل في الأسبوع، وقد نختار يوما من أيام الأسبوع السبعة ليكون حليف الحظ والمزاج والنجاح في إنجاز بعض الأعمال. هل أنتم من هذه الفئة التي تفضل يوما واحدا في الأسبوع على غيره؟ إذا كان جوابكم نعم، فلنبدأ في عرض مزايا شخصية كل يوم بدءا من يوم السبت لغاية يوم الجمعة. نعم، إذا كان يومك المفضل هو السبت، فأنت شخص تحب له وتكره الالتزامات الجدية، فالعمل أو المهام المنزلية بالنسبة لك عبء عليك تحمله لا أكثر ولا أقل. تقدر قضاء الوقت إلى جانب العائلة والأصدقاء، كما أنك في المقابل تحتاج أحياناً إلى الخروج من قوقعك والقيام بالمغامرات. وإذا كان هو يومك المفضل يوم الأحد، فأنت شخصية لطيفة ومحببة، إذ دائماً ما تحب تسليط الضوء على الأمور الإيجابية في حياتك، لا يهمك ما يظنه الآخرون، وتدير ظهرك للكلام السلبي. يعيش كل لحظة في حياتك من بابها العريض، ولا تحرم نفسك من أي شيء. نعم، وإذا كنت من محبي يوم الاثنين، فأنت شخصية جدية تتقن عملك وتمتلك اندفاعا كبيرا لإنجاز ما هو مطلوب منك، تكره التأجيل وتحب الانتهاء من الأمور في أقرب فرصة ممكنة ليسنى لك الاسترخاء لاحقا والاستمتاع بنتيجة أعمالك. أما إذا كنت من محبي يوم الثلاثاء، فأنت شخصية متفتحة على الآخرين وتتحمس لما تتقدمه لك الحياة من فرص إيجابي في تطلعاتك نحو المستقبل، وتعرف كيف تحول المواقف الصعبة إلى درس مفيد وعبرة إيجابية. نعم، أما إذا كنت من مفضلي يوم الأربعاء، فأنت شخصية مبدعة وتفكر بطريقة استثنائية مائلة إلى الغرابة، لا تحب اتباع كل ما هو مألوف وتقليدي، وتضع القواعد الخاصة بك والتي لا تشبه ما هو متعارف عليه، متمرد بعض الشيء ولا تحب التمثل بأحد. نعم، أما إذا كنت من عاشقي يوم الخميس، فأنت شخصية مرحة ولا تبالي بما يظنه الآخرون، تخرق القواعد على طريقتك الخاصة ولكن بكل هدوء ودون أحداث أي ضجة، أكثر ما تحب فعله هو الضحك والمزاح برفقة الأصدقاء، وتكره الوحدة إلى أبعد الحدود. نعم، إذا كنت من محبي يوم الجمعة، فأنت شخصية عفوية ولا تتمتع بالصبر، تستعجل في الحصول على الأمور فلا تستطيع الانتظار لدقيقة إضافية، في المقابل أنت صادق وتتمتع بقلب طيب. ثم ننتقل أكيد عندنا استطلاع، لكن قبل الاستطلاع نعم، خلينا نسولف يا ديلان، شنو يومك المفضل بالأسبوع؟ أول شيء أنا كل أيام الأسبوع أعشقها وأحبها. حلو، لأنه إذا تحبيني شيء هو راح يحبك. إذا تفائلتي مثلا يوم الجمعة أنه هو يوم كئيب، يوم تلتم بالعائلة، كنا نقعد من الدوام، فممكن تصير نقاشات حادة، ممكن تصير اختلافات على الشغل، تعا أنت ليش ما ساعدتي، أنت ليش ما اشتغلت، عندي كهربائية تعا سويها، فشنو تلقين أكو شحنات حتصير بالبيت. فيوم الجمعة هو حلو بلمة الأهل وبالأوف، وأنه طول الأسبوع أنت تشتغلين إذا كنت موظفة، فإنه حتكون يوم راحتك اللي هو الجمعة لهنا. تمام. لكن إنه البعض ما يحبه، يقول ثقيل. ليش ثقيل؟ إنه راح تقضين وقت في البيت، أنت تعودتي طول الأسبوع أنت بالشغل، يومك يكون خفيف، يخلص بسرعة، ما تحسين بوقت النوم، ما تحسين بوقت الأكل، إجا الليل قبل نمتي. فأني من عشاق يوم السبت، حتسأليني ليش؟ خميس جمعة سبت، عارفين بسرعة يمر هذه الأيام، صح. خميس جمعة سبت، تحسين هيك واحدة ورا رخ سريع. أنا أحب يوم السبت لأنه بعده يبلش بداية أسبوع وقبل نهاية أسبوع، فيوم السبت كلش حلو وأتفائل به. وعلى طول إذا عندي عمل أو ميتينج مهم، اجتماع أو أي ما يخص على الصعيد الشخصي، هو السبت أخليه. حلو، يعني راح تسوين دوامك ويانا السبت؟ والأربعاء أنا ما أحب الأربعاء، الكادر خلف الكواليس يعرف إيش دا أحكي، زملائي إيش دا أحكي، لأن شفنا الأربعاء ما تحب الأربعاء. لا لا أحبكم أني. طيب أنتوا يا يوم تحبون؟ أنا أحب السبت. أنا الصراحة الخميس. الخميس؟ إي أحس أنه نهاية أسبوع وخلاص اليوم كله يعني والأسبوع كله. بس قليل، الخميس قليل. طب
يعني الظهر صار رأسا مغرب ليل. ما أدري أنا أحب الخميس لأنه أفكر إنه ثاني يوم جمعة أكيد يعني دائما إنه رغم حتى مو موظفين اللي أشغالهم أخرى يوم الجمعة يصير ريست للجميع. فعلا. فشايفة يوم الخميس من ينسي أحس إنه ثاني يوم ما عندي شيء أقعد براحتي. لا شو أطلع. ما عندي شيء ممكن تعزيل. لا لا ما. ممكن صيانة. هاي خلصانة من هي. اختصاص تعزيل. طيب أنت. أنا أحب يوم السبت ليش؟ نتليها من السبت. حالة واحدة لأن تكون الشوارع فارة ماكو ازدحام. السبت جميل، تفائلوا بالسبت وتفائلوا بكل الأيام حتى تحبكم. فعلا. شو تقولون؟